اختك، قلبي اختك، تعالي بقى يا عيون اختك، هنعمل النهارده غدا ايه؟ في جلدك، والله في جلدك، حاجه كده فاخر من الاخر. احمر بس بطاطس، والنهارده بقى ايه عامله غدا يوم الخميس ده. انا عايزه اقول لكم ان الغدوه دي بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا، يعني انت عايزه تراضي نوجة غديها، غديها غدوه زي دي. انا بقى البطاطس دي عايزه اقول لكم ان بتوفر عليا كتير تقطيع وتقشير وبعدين يعني اولادي بيحبوها. فتعالوا اوريكم انا هعمل ايه. الغدا بقى النهارده هيبقى عباره عن فسيخ ورنجه وبصل اخضر وليمون. وبصوا انا نوجة ما بقتش باقيه على حاجه، دي الاكله اللي بتاكل، دي الاكله اللي والعيش بقى المرحرح ده في قلبي، العيش ده في قلبي. هنا بقى ايه طلعت، كان عندي فسيخ ورنجه، طلعت كده فسيخ، وكان عندي كمان بطاريخ اهي، عندي فسيخ اهو. عايزه اقول لكم ان انا الاكله دي ممكن اي حد عادي تنزل كده في معدته، الفسيخ بينزل لي في قلبي، الرنجة تنزل لي في قلبي. هروح احضر الكلام ده واوريكم الغدا النهارده. ده بقى يا جماعه شكل الغدا بعد ما خلصت. عايزه اقول لكم اللي عايز يجي يتغدى معايا يا اهلا وسهلا، عشان عارفه ان الاكله دي هتجري ريق ناس كتير، اللي زيي بيحبوا كده. قطعت الرنجة بالشكل ده، حطيت طحينه وحط ليمون. بصوا البصل، انا مش عارفه البصله الخضراء دي متاكله قبل ما تيجي ولا دي ربطت بصل اخضر، مش عارفه ليه مالها عامله كده. وادي البطاطس، الفسيخ 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 اللي في القلب، والعيش المرحرح بقى. يعني خدوا سكرين، اللي اتغدى الغدوه دي النهارده ياخد سكرين ويبعتها لي على الخوص. بحبكم قوي، وقولوا لي الغدوه دي تعمل كام من 10.